في سؤال من زميل آخر بيقول لك إن جمهور النادي الأهلي ما بيرضاش غير بالبطولة سواء على المستوى المحلي أو المستوى القاري، هل أنت جاهز لهذا التحدي؟ That's our challenge as coach. We have to win and we want to win. That is the reason why we are coach. And of course, I know all these targets and we will do all to achieve these targets. Not only the fans, me too. We are only satisfied when we win these games and the each title. And I know that the Champions League has come back to Al Ahly. We will do everything to achieve that. طبعا انا عارف ده كويس جدا وده تحدي وده مش دي مش بس يعني الجماهير عايزه ده، احنا كمان كافراد جهاز عايزين نحقق فوز وعارفين ان الاهلي ما بيقدرش غير بطولات، وانا عارف ان ده في بطوله افريقيا الشامبيونز ليج ده هدف النادي الاهلي عايزين نحققها بقالنا كتير ما حققناهاش وهنشتغل كلنا عشان نحقق الهدف ده. في سؤال لزميل صحفي اخر بيسال السيد رينيه فايلر عن الاسباب اللي دفعته لخوض اول تجربه ليه في قاره افريقيا. Siona la possibilité, when do you have the possibility to be coach from Al Ahly, there are no doubts, no questions, you have to do that, it's a dream to be coach from this great club and that's the only and understandable reason. بتهيألي لما أي حد يجي له فرصة ويكون عنده الإمكانية إنه يمرن فرقة عظيمة زي النادي الأهلي مفيش شك إن واحد يتردد، وطبعا ده هيبقى ده بتهيألي ده أكبر سبب إن خلاني أجي أفريقيا عشان أمرن نادي كبير زي النادي الأهلي.